كان رالي سريع بلش من امبارح، بس الحمد لله قدرنا نكمش ريتم، يعني مع انه تعذبنا باول رالي كثير نحن للسياره زبطت، بس فراس كثير ساعدني بقلب السياره، فراس كياس نسي ومار منزل على طول ما بيقصر يعني. روجيف غالي عملنا السيت اب هالمره واعطانا ادفانتج كثير حلو، قدرنا نستفيد منها ونعرف السياره قد ايه فيها تعطي، فكانت منافسه حلوه. المنافسين بلشنا اليوم منافسه كثير صعبه من الصبح، طلعنا فل اتاك، بس بعد ما عرفت انه ريم مسعد بقول له هارد لك اكيد انه طلع برا، خففنا ريتم ورجعنا مشينا على بيس حلو، حسينا حالنا عم نخفف بيس بس ضلينا عم نجيب ذات النتائج. بعدين عرفنا انه بعد فينا نعطي على السياره، قدرنا نفهمها اكثر ونقدر نتعاطى معها، فالحمد لله على السلامه لكل اللي وصلوا، اكيد ثانكس لايادي كوردوبا وتدعيم. ميرسي يا ماماس.